بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبابتي، شرفتوني ونورتوا قناتي. اللي أول مرة تشوف القناة نقولها اشتركي غاليتي وانتظري مني كل جديد، وحبيباتي اللي راهم ابوني عندي نقول لهم شرفتوني ونورتوا القناة. اليوم جبت لكم طبق خفيف ظريف كما راكم تشوفوا، جلبانة بالدجاج. هو طبق يعني بسيط ويوجد بالخف سورتو مع الكوكوت مينوت كيما نعرفو. هاي نحات علينا غلبة تاع الصح، يعني تنوضي كامل با ساعة ولا يوجد الغداء تاعك وتجي ماكلتك على الكيف. نبدأ على بركة الله. هنا حبيباتي راني يعني حطيت طريف تاع دجاج وطريف صغار تاع لحم جوست باش يطلق لي البنه برك. حطيت معاهم شويه تاع سمن، انا نحب نقلي بالسمن بصح ما نديروش وحده، نخلط معاه الزيت. حطيت معاه ملعقه تاع زيت كيما شتوني. وهنا نروح نجيب توابل. حطيت فلفل كحل وتوابل الدجاج وحطيت الملح. فوالا، وحطيتهم يتقلاو جوست شويه هكذا، بداو يتقلاو ورحت حطيت لهم جوغ هذاك الدجاج تاعي يتحمر في هذاك الزيت. من بعد ضفت عليهم البصل، حبه متوسطه تاع بصل مع شويه ثوم. كنت ربيتهم بالباراميكسور. فوالا، ونخليها تتقلى هكا، يتقلى شويه تدخل هذيك البنه في بعضها. فوالا، شاك فوا نرجع نحركو كيما راكم تشوفوا. هاني نعدت لكم الدجاج تاعي واللحم تاعي تقلى ودخلت لهم هذيك البنه ولا صوص تاع البصله. جبت الجلبانه تاعي بيان سور كنت نقيتها وعقمتها بشويه خل وغسلتها مليح. انا نحطها تتقلى هي تاني معاهم، خليها تتقلى تبدا تدبل لي شويه وتدخلها هذيك البنه كيما نقولوها. شوفوا، نخليها هنايا نغطي عليها برك، ما نقفلش، نغطي برك ونروح هكا نخليها تتقلى مليح. بعد ما تتقلى مليح نجي نحركها نشوفها، نمرقها ونقفل لها كوكوت تاعي. بعد ما نمرقها نقفل لها كوكوت ونخليها 20 دقيقة. 20 دقيقة قد قد. فوالا، راح يطيب لي فيها الدجاج تاعي. يطيب الدجاج تاعي في هذيك 20 دقيقة. دوك نشوفو كي نولي ليها. فوالا، نخليها كيما قلت لكم. بعد ما فاتوا 20 دقيقة هنا راني فتحت عليها، طليت عليها، لقيت الدجاج تاعي طاب. هنا جبت القرنون غسلته وحكيته بشويه قارص، وحطيت حبيبه هنايا باش نديرها سلطه باسكو انا ما نحبوش غير الزوج تاعي برك ياكلو. هنا الدجاج تاعي قلت لكم نحيته باش ما يتفتتليش، ونشوف هذاك القرنون ويلا طاب. من بعد عندي كريات تاع الدجاج بقاولي من هذيك الكغاتان بوازي اللي درناها مع بعضنا، لوحتهم كيما راكم تشوفوا. وقفلت جوست واحد 15 دقيقة يطيب لي هذاك الكفته تاع الدجاج وتعقد لي لاصوص. وبالصحه ولهنا حكمت هذاك الدجاج، حمرته في شويه زبده، والله يا البنات جات عسل، صدقوني جات بنينه تهبل تهبل. يعني طبق خفيف ظريف وكيما شفتوا ما طولتش معاه بزاف باسكو فلا كوكوت مينوت، يعني ما حكمنيش خلاص الوقت، ما با ساعة ما با ساعة كان كل شي واجد. المهم حبوباتي، نخليكم على خير وعافية، ما تنساوش خليولي اكبر عدد من اللايكات والتعليقات. الى اللقاء.